كارفاخال استلمها كاربا، كارفاخال يبحث عن فينيسيوس، جول كارفاخال، فينيسيوس وبنزيما وجول. حتى انت كارفاخال صرت فنانا وصرت ممررا، رائع الكره من كارفاخال، خطا في وسط دفاع نادي تشيلسي، الكره الاولى كانت من فينيسيوس والثانيه من بنزيما، الغول كريم بنزيما يسجل الهدف الاول، رابع اهدافه في يمرر كرة على طبق يسقط او اللمسة الاخيرة والتمريرة الاخيرة واسينسيو يا سلام على اللعبة وعلى الكرة على خط 18 يلحق مارك اسينسيو ويسجل الهدف الثاني لريال مدريد. مرهق الريال يا مرهق الريال يا ريس جيمس، مرهق الريال يا تشيلسي، مرهق الريال يا ويسلي فوفانا. اسينسيو مباشرة بعد دخوله